طريقة تحرير هذه المرة حابة أنه موضوع الانترناشنال يكون عن النجوم وذير ترانسفورميشنز، التحول اللي قد يصير لأي نجم من نجوم هوليوود حتى النجوم العرب، لكن يمكن الأمر يكون واضح أكثر في الأدوار اللي قام بها نجوم هوليوود وحصلوا من خلالها على جوائز مثل الأوسكارز. أكثر الأسماء الموجودة راح تشوفوها في التقرير، لكن جاريد ليتو مثلا في فيلمه Chapter 27 اللي كان في 2007 خضع على هيوج ترانسفورميشن للفوز بالدور ولإقناعنا به، وكانت النتيجة مثمرة. تفاصيل عن أسماء أخرى فقط في التقرير التالي. ماذا يفعل أي ممثل للفوز بدور حياته؟ أداء أكيد الاجتهاد، ولكن شكلا توم هانكس في فيلم فيلادلفيا في العام 1994 اضطر إلى تجويع نفسه من أجل دوره كمريض إيدز، وقد نجح في إنقاص 14 كيلو من وزنه. You get to be a part of justice being done. في مكان دانزيل واشنطن يستفزه بأكل ألواح الشوكولا أمامه لأن دوره تطلب زيادة وزنه قليلا، وقد حصل توم هانكس على جائزة الأوسكار عن هذا الدور. بعدها ذهب إلى تحد أكبر وهو إنقاص 25 كيلو جرام من وزنه، وهذا من أجل دوره في فيلم كاستوي. ويقول هانكس أنه استطاع إنقاص ذلك الوزن فقط لقد شربت أطنانا من القهوة. أما كريستيان بيلي من أجل دوره في أمريكان هاسل زاد من وزنه أكثر من 18 كيلو، حتى أن روبرت دينيرو لم يعرفه في موقع التصوير واضطر المخرج أن يعرفهما على بعض مرتين. هذه رابع مرة يتحول فيها كريستيان بيلي كلية من أجل دور. أول مرة كانت في The Machinist الذي خسر بسببه أكثر من 27 كيلو، وقد قال حينها أنه قد أصيب بالأرق لمدة عام. في لحظة شعرت أنني سأفقد حياتي، هذا ما قالته ناتالي بورتمان عن دورها في فيلم بلاك سوان في 2010 بسبب التدريبات القاسية واضطرارها إلى إنقاص وزنها بتسع كيلوغرامات، وقد حصلت ناتالي على هذا الدور أوسكار وغولدن جلوب معا. كلنا يتذكر كيف كان جيك كالينهال مرعبا في فيلم نايت كرولر بال 2014، ولكي يصل إلى هذا الشكل اضطر إلى إنقاص 9 كيلوغرامات من وزنه. وحسب اليو اس ويكلي قال الممثل: أنا أجسد شخصية رجل جوعان، لذلك كي أبقى في الشخصية كنت أحرص على أن أكون دائما جوعان. I wasn't eating a lot, so there were a lot of factors that challenged me while we were. جاريد ليتو واحد من أفضل المتحولين. في فيلم Chapter 27 في 2007 زاد جاريد من وزنه 28 كيلوغرام، بعدها بخمسة سنوات سار في الاتجاه المعاكس وأنقص من وزنه نحو 14 كيلو من أجل دالاس بايرز كلوب، حيث يجسد شخصية متحول جنسيا مصاب بالإيدز وهو أحد أهم أدوار حياته. وعلقت عليه إيلان ديجنيرس أخيرة أنه أجمل من كل الممثلات، وكان هذا في حفل الأوسكارز 2014 حيث حاز على جائزة أفضل ممثل. And I have so much respect for you all. أما هو فقال عن إنقاصه لوزنه في هذا الفيلم: إنه ما يغير شكلك، أكلك وكيف تسير. It wasn't just about losing 30 pounds or wearing wigs or high heels or waxing my body. There was a big transformation that took place inside. كيف سأجسد هذه الشخصية بهذا الجسد؟ هذا ما قالته شارليز بيرون لنفسها عندما رأت دورها في فيلم مونستر لأول مرة. لذلك فقد زادت من وزنها 14 كيلو وأحدثت تغييرات بأسنانها العلوية، وعندما سئلت لماذا لم ترتدي بدلة ثمينة أجابت: كنت أعلم أنه يجب أن أدخل في جلدي تلك المرأة.